أعتقد هذا موضوع مرتبط بأمرين، بموضوع العمر، كل ما إنسان يعني تقدم في العمر وكذا يهدأ أكثر، وبموضوع أيضا سعة الأفق. سعة الأفق يعني، وهذه أيضا مرتبطة بسؤالك الأول، موضوع يعني قلة الجرائم الأخلاقية، لانفتاح المجتمع، انفتاح المجتمع سلوكيا. كذلك في الأفكار، إذا انفتح الشخص أو المجتمع فكريا قلت حدته ومصادمته للأفكار الأخرى واتسع نطاق قبوله للفكر الآخر. وأنا لي مقال أيضا يعني قديم حول هالفكرة، يعني لأني أحب السفر والسياحة وكذا، فكان لي مقال بعنوان السياحة والإرهاب لا يجتمعان. الشخص اللي يحب السياحة ويتجول في بلاد الله ويذهب لأمريكا والأوروبا ويخالط الشعوب ويعني يتعامل مع الناس، أعتقد لا يمكن أن ينخرط في فكر الإرهاب. يعني يروح أنا أعتقد السياحة، نعم السياحة، نعم ما أقصد أقول لي سافر، لا لا لأن السياحة، لأن السائح ممكن يسافر يروح يتزوج بالسيارة ويقعد قشها. لا لا لا، يعني أنا أقصد لما تسافر مثلا وتقابل الشعوب اللي أنت تعتقد مثلا قبل أن تسافر أن هذول الكفار وفي النار، نعم وقد يكون فكره بعد إذا يعني أنه لو تمكن منهم لسباهم، يروح ويجد لطافة الناس. إيه نعم، ويجد لطافة الناس، تيجي تفتح الباب تلقى واحد فاتح لك الباب، واحد يبتسم لك، واحد يناولك الشيء، واحد إذا سقط منك حاجة أعطاك إياها، واحد تسأله عن مكانه أنت يرشدك بابتسامة. جبرياً أنت تتقبل الشعوب وتتقبل الناس وتنخرط فيهم وتتغير كثير من أفكارك وتهدأ حد